طيب سيد الكعبي، لو عدنا إلى الداخل وبعض التفاصيل فيما يتعلق بالداخل، وهذه التفاصيل التي ربما لها إشارات قوية اليوم، ما دلالات رفض إمام أهل السنة في زاهدان مركز محافظة بلوشستان مقابلة وفد خامنئي، رفض مقابلة وفد خامنئي الذي جاء للتفاوض حول مجزرة مسجد مكيا الذي راح فيها تقريبا 100 من المسلمين هناك والمصلين أيضا، كيف ترى هذا الموقف اليوم؟ هذا أنا أرفع له العقال، رجل شريف، رجل شجاع، رجل مؤمن، كيف يمد إيده بيد إرهابي؟ الوفد يمثل الخامنئي، والخامنئي هو رأس البلة كما ذكرت حضرتك، لأنه هو المرض السرطان والعياذ بالله، لا يعملون شيء إلا بإذن ولي الفقيه. أين ولي الفقيه من 43 عاما على هذه الشعوب؟ هو يظلمهم فقط، مو اليوم يا أستاذ الفاضل، صار له 43 سنة يقتل ويدمر ويستهدف، يعني لا يوجد شيء في إقليم بلوشستان، يعني حياتهم صعبة جدا. فنام هذا الرجل شجاع ويحتاج كل التقدير والاحترام من كل إنسان، كيف يمد إيده بيتقاتل؟ الفرس مع الأسف الشديد، وهذا العمامة أكو مثل شعبي، تسمح لي أقول مثل الشعبي، يقول يقتل القتيل ويمشي خلف الجنازة. هو يستهدف الجامع ويستهدف الأبرياء، ثم يرسل له وفد، يرسل وفد حتى شنو يعزيهم يقرأ الفاتحة أو يوديه مثل ما احنا عندنا يعني العادات والتقاليد العربية، يودي له مثل ما نقول قريان فاتحة، يودي له فد مبلغ من البال، هو يقتل أبناء ويروح. نعم هذا ما يستقبله، وهذا الشخص الشجاع يحتاج كل التقدير، كل التقدير. نعم هؤلاء قاتلين جزارين، لا ينتمون لأي مثل ما نقول قيم من القيم الإنسانية.